تعالوا نفلفل كده شويه رز ابيض جنبهم كده لحد ما نخلص يكونوا استووا، شويه زيت، مكعب زبده كده يطعم لي الرز بتاعي. ايوه عشان هاديه شويه. ايوه هاديه وراكزه كده، عين هاديه وراكزه. بصوا هقلب كده شويه الزيت بالمكعب الزبده دول، اشوح كده الرز فيهم، وزي ما اتفقنا على كل كوبايه رز بنحط معلقه شاي صغيره ملح. حابين تحطوا مكعب كده معاها مرقه تمام، حابين بس تخلوها بالملح برضو تمام. انا هحط ملح اهو، هنا عندي 3 كوبايات، حط 3 معالق ملح ورشه بسيطه بسيطه خالص، طرف المعلقه كده فلفل اسود، يا دوب يديني تيست بسيط جدا مش اكتر من كده، مش عايزه اغير اللون بتاع الرز. كله كده يتقلب مع بعض، ميه مغليه هفلفل الرز عشان اقدمها مع طاجن اللوبيا بتاعنا اهو. تمام كده، تعالوا نجيب بقى الميه المغليه نفلفل كده الرز بتاعنا. بصراحه لوبيا رز ابيض، يعني حابين تعملوا رز بالشعريه ولا حاجه برضو تمام، بس بصراحه الرز الابيض بيبقى احلى معاه. نقلب بقى، نقلب كده كله مع بعض ونغطي، وبعد ما تغلي كده غلوه هنقوم موطين ومهدين بنفلفل عادي رز عادي خالص زي اي رز. تعالوا نشوف اللوبيا كده، بصوا اللوبيا بتغلي بالشكل ده. تعالوا بقى هجيب الطاجن اللي انا هدخله الفرن، حابين بقى طاجن بايركس، حابين طاجن فخار، براحتكم خالص زي ما انتوا حابين. هبدا كده احضره عشان احط اللوبيا هنا، فهسيبها تغلي غلوه كده لحد ما نعمل الطشه. بصوا عندي طاسه على النار، هحط لها شويه زيت، نقطتين كده زيت، برضو مكعب زبده بالشكل ده. احط بقى شويه ثوم بالشكل ده كده، كرفس، لو ما عندكوش كرفس مفيش مشكله ممكن تحطوا قرن فلفل، قرن فلفل هيت الايه. سلمى صباح الفل، ازيك يا سلمى، عامله ايه حبيبتي، اخبارك ايه؟ كله زي الفل والله، كله جميل. عايزين بقى مخلل بتاع رمضان بقى يا شيخ. حاضر، هنعمل كل حاجه، هنعمل المخلل والتفريزات وكل حاجه، هبهركم في تجهيزات رمضان السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله هنعمل حاجات حلوه قوي. ايه قولي لي؟ انا بحبك جدا والله حبيبتي. تسلمي لي، الله يخليكي حبيبتي، شكرا، تسلمي لي يا حبيبتي. بصوا بقى شويه الخضره مع الثوم مع الكرفس دول مع شويه الزبده، هم دول هنحطهم في الوش. تعالوا بقى ايه، نبدا نغرف اللوبيا وهنخليها بقى تدخل الفرن تكمل سواها كده لحد بقى ما نخلص بقيه وصفاتنا. يلا بينا اهو. حابين تحطوا معاها معلقه صلصه تمام، انا النهارده عاملاها تغيير شويه عن اللي احنا بناكلها باستمرار، حابين تحطوا معاها معلقه صلصه تمام، حابين تخلوها كده زي ما احنا بنعملها برضو زي ما انتوا حابين اهو. طعمها بيبقى بجد في منتهى الجمال. تعالوا بقى ايه، احط كده كل الطاجن عندي بالشكل ده، وهبدا بقى ايه احط عليه شويه التومه اللي بالخضره، شويه الكرفس اهو كده عشان يغلي كده معاه ويبقى في منتهى الجمال اهو. احط بقى الطشه اللي احنا عملناها دي بالشكل ده كده، وهدخل الفرن اخليها تكمل سوا عادي خالص لحد ما نخلص. عاملين شويه رز ابيض على النار كده بيتفلفلوا عشان نقدمهم معاها، نروح بيه على الفرن. نخليها تستوي تكمل سوا، خلي بالكم ما بتاخدش وقت كبير لان احنا مقطعين اللحمه صغير، وفي نفس الوقت احنا سالقين اللوبيا
يعني سلقين اللوبيا نص سلقه كده عشان توفر وقت معانا او تسهل وقت معانا.